السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتنا دروس أونلاين. والنهاردة بإذن الله تعالى هنستكمل يونت 1 ونشوف how we see other cultures، إزاي إحنا بنشوف الثقافات الأخرى. تمام، ونروح على exercise 7، تمرين رقم 7. طيب هنا بيقول لي complete the pairs of sentences، كمل لي الجمل دي with present simple باستخدام المضارع البسيط and present continuous form of the verbs، يا اما بالمضارع البسيط او المضارع المستمر. وعرفنا ازاي نستخدم المضارع البسيط وازاي نستخدم المضارع المستمر. نمبر 1 هنا بيقول لي he not feel relaxed when he is on a plane، هو لا يشعر، تمام، هو لا يشعر بالاسترخاء لما بيكون في الطائرة. فطبعا هنا الزمن ده اللي هو زمن ايه؟ زمن البريزنت سيمبل. فانا هنا الفعل منفي، فانا هنا بدل ما هي نطلع اخليها ايه؟ doesn't feel. تمام، doesn't ايه؟ doesn't feel. طيب بي he not feel very well at the moment، كلمة at the moment دي في هذه اللحظة، تمام، الكلمات اللي بتدل لي على زمن المضارع المستمر. تمام، يبقى أنا هنا بقول he isn't feeling very well at the moment، هو لا يشعر بتحسن أو إن هو كويس في اللحظة اللي احنا فيها دي، فده مضارع ايه؟ مستمر، present continuous. طيب اللي بعدها I come from Scotland originally، يبقى أنا أصلا من اسكتلندا، فده present simple. فهنا طبعا مع الـ I والـ we والـ you والـ they الفعل بيكون في الـ infinitive form، فأنا الفعل come راح يبقى زي ما هو موجود معايا. طيب B I come wait for me، أنا جاي انتظرني. تمام، فهنا هو بيتكلم عن حياة إيه؟ عن حياة حالية في اللحظة اللي هو بيتكلم فيها دي، فهنا راح نستخدم مضارع مستمر present continuous اللي هو طبعا عبارة عن am أو is أو are، والفعل بنضيف له ing. هنا الفاعل عندي I فهاخد am، والفعل come راح أضيف له ing وأحذف منه حرف الـ e. I'm coming wait for me. Number 3 I do an evening class this year، يبقى أنا عندي حصص، تمام، في المساء هذه السنة. This year هنا بتعبر لي عن present continuous زمن المضارع المستمر، فهنا هقول I am doing، I am doing. طيب B اللي بعدها I do my homework as soon as I get in from class، يبقى انا هعمل الواجب بتاعي بمجرد ما ان انا ايه؟ ان انا ادخل ارجع من ايه؟ ارجع من الحصه. تمام، فهنا دي الزمن هنا present simple. تمام، يبقى هنا راح اقول I do، طبعا مع الاي والوي واليو والزي زي ما قلنا الفعل في present simple بيكون في الانفينيتيف form. طيب نمبر 4 my friend صديقي look for a new job، بيبحث عن وظيفة جديدة in a different company، في شركة مختلفة. طبعا هو فترة البحث دي بتكون فترة مؤقتة، فده راح يكون present continuous. يبقى my friend هنا مفرد هنقول is، والفعل look راح نقول ايه؟ looking. يبقى my friend is looking. طبعا الابوستروف اس دي اختصار لكلمة is. طيب B my friend look tired after she's been to the gym، صديقتي أو صديقي يشعر بالتعب بعد ما كان في إيه؟ في الجيم أو راح إيه؟ راح للجيم. طيب يبقى هنا my friend looks، هنا عشان my friend مفرد فالفعل في المضارع البسيط طبعا راح نضيف له حرف إيه؟ حرف الإس. ودلوقتي هنتكلم عن حاجة تانية اللي هي ايه؟ dynamic and static verbs، الأفعال الديناميك والأفعال ايه؟ والأفعال الستاتيف. هنشوف مع بعض كده
هنا بيقول لي الدايناميك فيربس دي اللي هي الافعال اللي طبعا انا ممكن احطها في البريزنت سيمبل اللي هو المضارع البسيط او البريزنت كونتينوس او المضارع المستمر. يعني الفيرب هنا بيكون لي الشكلين، يا اما مضارع بسيط يا اما مضارع مستمر. تمام. يعني هنا اول مثال بيقول لي people put the things they meet in the world into groups. ده الفيرب هنا ايه في البريزنت سيمبل. المثال الثاني هنا بيقول just a moment، انتظر لحظة. I'm putting my hat and scarf on، أنا برتدي القبعة والشال إيه والشال بتاعي. طيب نشوف الستاتيف فيربس هنا مديني مثال عليها، بيقول لي we know what kind of behavior to expect، احنا عارفين نوع السلوك اللي احنا متوقعينه. يبقى انا هنا بستخدم present simple مضارع بسيط فقط، انا ما ينفعش ان انا استخدم ايه المضارع المستمر اللي هو am او is او are والفعل المضاف له ايه ing. نلاقي هنا ايه ان هو شاطب عليها، يعني الفعل نو هنا مش راح ينفع نستخدم معاه ايه ing. تمام. طيب ونشوف برضو مزيد من التوضيح لها. تمام. هنا بيقول لي most verbs have dynamic meaning، معظم الأفعال لها المعنى اللي هو الدايناميك. they describe actions، هي بتصف الأحداث or things that happen أو الأشياء اللي هي بتحدث. we can usually use dynamic verbs، إحنا بنقدر نستخدم الأفعال الدايناميك دي in both the simple and continuous form، في كل من زي ما قلنا زمن المضارع البسيط أو المضارع المستمر. هنا المثال اللي هو مديهولي بيقول لي I usually read، هنا طبعا الفعل عندي ايه read، I usually read books about travel and culture، انا بقرا كتب عن ايه عن السفر والثقافة. I'm reading a great book at the moment، انا بقرا كتاب رائع في هذه اللحظة. تمام. فهنا طبعا مستخدم الفعل read في present simple ومستخدمه لي برضه في present continuous. بيقول لي some verbs have stative meaning، بعض الافعال لها المعنى اللي هو الستاتيف. they describe states، هي بتصف الحالة. such as thoughts and mental processes، زي الافكار والعمليات العقلية. the senses and emotions، والحواس والعواطف. qualities الصفات and existence والوجود. we usually use stative verbs، احنا بنستخدم الافعال اللي هي بتاعت الحالة دي only in the simple form، بنستخدمها بس في الزمن اللي هو بتاع المضارع البسيط. هنا على سبيل المثال بيقول لي do you know سو، هل انت تعرف سو؟ مش راح اقول له طبعا are you knowing، مش راح ينفع نستخدم هنا الفعل في المضارع المستمر. بقول برضو I don't understand، انا مش فاهم. تمام. not I am understanding، مش هينفع برضو ان انا استخدم ايه الفعل هنا في المضارع المستمر، ان انا اضيف له ايه ing. طيب common stative verbs include، الافعال اللي هي بتاعت الحالة اللي هي طبعا المنتشرة والشائعة، بتشمل لي thoughts اللي هي الافكار and mental processes والعمليات العقلية. وعندي برضو شوية امثلة ليها، نجرب لكم برضو الشاشة شوية. عندي اول فعل اللي هو الفعل admire. تمام. الفعل admire معناها يعجب بي، agree يوافق، appear يظهر، believe يعتقد، care يعتني، depend يعتمد، expect يتوقع، feel يشعر، forget ينسى، hope يأمل، imagine يتخيل، know يعرف، look like يشبه، mean يعني، mind يمانع، realize يدرك، recognize يتعرف، remember يتذكر، seem يبدو، sound يبدو، suppose يفترض، think يعتقد، understand يفهم. طيب ونشوف برضو الافعال اللي هي بتاعت السنسز الحواس. فيل يشعر، هير يسمع، سي يرى، سميل يشم، تيست يتذوق. طيب الايموشنز اللي هي العواطف، لايكس اند ديزايرز، الاشياء اللي هي اللي بنحبها وما بنحبهاش، والاشياء اللي هي مرغوبه بالنسبه لنا او رغباتنا. هيت يكره، لايك يحب، love يحب، prefer يفضل، need يحتاج، want يريد.
طبعا دي اللي هي الافعال بتاعت ايه الايموشنز، زي ما احنا قلنا كل الافعال دي احنا مش بينفع نستخدمها ايه في المضارع المستمر، يعني مش راح نحط لها اي ان اي. طيب qualities and positions اللي هي الصفات والممتلكات، come from معناها انحضر من او جاء من، اقول لك I come from Egypt مثلا، انا جيت من مصر او انا اصلا من مصر. consist of يتكون من، contain يحتوي، cost يكلف، deserve يستحق، fit يلائم، involved يشمل، measure يقيس، sound يبدو، suit يناسب أو يلائم، way يزن، belong ينتمي أو يخص، have got حصل على، own امتلك يمتلك، possesses يمتلك، existence اللي هو الوجود، be فعل يكون، be from يكون من، come from جاي من أو أتى من، exist يوجد. كل الأفعال دي زي ما احنا ذكرنا طبعا اللي هي ايه اللي هي بنقول عليها الأفعال في الستاتيف فورم. تمام، ونشوف برضو كده مع بعض اكسرسايز نمبر 8 في بيج نمبر 11. Look at the grammar books. Choose the correct option to complete the rules. هنا طبعا بيقول لي dynamic verbs، الأفعال الديناميك used in both the continuous and simple form. هل هي تستخدم في الاثنين ولا لا تستخدم؟ هنا بيقول لي are ولا are not. طبعا هي بتستخدم ايه في present simple والpresent continuous في كليهما. تمام، طيب number two هنا بيقول static verbs، الأفعال اللي هي بتاعت الحالة. تمام، are not normally used in the، طبعا هي في العادة لا تستخدم في ايه، لا تستخدم في ال present continuous، لا تستخدم في ال present continuous او ال continuous form. طيب وننتقل برضو لل exercise اللي بعده. هنا بيقول لي click to choose these stative verbs in the article. هنا بيقول لي هنطلع طبعا ايه الافعال دي من الارتكل من المقاله الموجوده معايا. تمام، زي ما احنا شايفين عندي الفعل مين هنا، means need understand understand seems belong believe. تمام، دي الافعال اللي هي نفسها موجوده في المقاله اللي هي نفس الافعال دي. طيب ننتقل برضو على الاكسرسايز اللي بعده. طيب هنا بيقول لي put the stative verbs from exercise 9. بص ضع لي الافعال الستاتيف دي تمام في التيبل في الشكل الصحيح بتاعها. هنا طبعا دي كلها stative verbs، احنا عايزين عندنا اول حاجه thoughts and mental processes اللي هي الافكار والعمليات العقلية. أول حاجة عندي الفعل نو اللي هو يعرف، طب إيه ممكن أحطه تاني مع العمليات العقلية؟ عندي برضه الفعل بيليف ممكن راح نحطه مع العمليات العقلية، الفعل مين يعني نحطه برضه مع العمليات العقلية، الفعل سيم يبدو. تمام، أندرستاند يفهم، وندر يتساءل أو يتعجب. طيب سبوز يفترض، remember يتذكر، realize يدرك، sound يبدو. طيب senses الحواس عند الفعل هي يسمع، وtaste يتذوق. طيب emotions اللي هي العواطف، الفعل want يريد، الفعل need يحتاج، hate يكره، like يحب، فعل برضو love يحب. تمام، طيب عندي بعد كده البوزيشنز. تمام، عند الفعل have يمتلك، belong، في برضو الفعل contain يحتوي، هنا دي الفعل prefer هنا. طيب ننتقل برضو للاكسرسايز اللي بعده.
exercise number 11 choose the correct option to complete the sentences. هنختار الاختيار الصح برضو عشان نكمل الجملة. Jack is on the phone. Jack على الهاتف. But about his holiday. يبقى he is telling. He is telling Bat about his holiday. هو بيخبر Bat عن الإجازة بتاعته. طبعا ده هنا ايه present continuous. طيب what of my hat. طبعا دي راح تبقى ايه ما رأيك في القبعة بتاعتي. راح تبقى ايه راح تبقى present symbol. What do you think of my hat. ايه رأيك في القبعة بتاعتي. طيب last summer. الفعل المنبر زي ما احنا قلنا ما بيحطلوش اي ان اي طبعا في الستاتيف فورم. هنقول do you remember. do you remember last summer. الفعل هنا في البريزنت سيمبل هو المضارع البسيط. هل تتذكر الصيف الماضي. طيب بعدها you have a new job. لديك وظيفة جديدة. تمام يبقى هنا هنقول ايه I hear. انا سامع ان انت معك وظيفة جديدة. I hear you have a new job. Number 5 Maria is at the travel is at the travel agents. ماريا طبعا في شركة السياحة. She the dates of the flights. هي طبعا هي بتسأل عن المواعيد بتاعة الطيارة. Number 6 to pass my exams first time. يبقى هنا هقول له I want. طبعا هنا الفعل في زي ما احنا قلنا استاتيف يبقى هيبقى في البريزنت سيمبل. I want to pass my exams first time. انا عايز اجتاز الاختبارات بتاعتي من اول مرة. Number 7 sorry the answer. sorry I don't know. يبقى دي برضو زي ما احنا قلنا present symbol. sorry I don't know the answer. انا اسف مش عارف ايه الاجابة. طيب coffee great. هنا are you making coffee. هل انت بتعمل قهوة. great ده شيء ايه ده شيء عظيم. طيب choose the correct option. اختار الاختيار الصح to complete the expressions with love. عشان نكمل التعبيرات بتاعة الحب. تمام love at first sight. الحب من اول نظرة. means you like someone. ده بيعني انك انت بتحب شخص. the first time you see them. بتحب الاشخاص من اول مرة بتشوفهم فيها. number two if something is label of love you do it. هنا انت because you really want to not because you get paid. لانك انت حابب كده مش لان انت بيدفع لك فلوس عشان تعمل كده. طيب number 3 love and hate relationship is one where. طبعا الحب والكراهية. تمام اللي هي ايه you feel both emotions. انت بتشعر بكلا العاطفتين at the same time بكليهما في نفس ايه في نفس التوقيت. تمام you can write lots of love at the end of. ممكن تكتب العبارة دي اللي هي lots of love الكثير من الحب في نهاية ايه الانفورمال ليتر اللي هو الخطاب الغير رسمي. number 5 the expression التعبير we are loving our new house. احنا حابين المنزل الجديد بتاعنا. تمام ده يعتبر ايه is okay in informal English. طبعا يعتبر شيء مقبول في الانجليزية اللي هي ايه اللي هي الغير رسمية. number 6 which response is correct. اي استجابة صحيحة. Do you want to meet before class tomorrow? هل انت حاب نتقابل قبل الحصة غدا؟ I'd love to. طبعا هي العبارة الصحيحة. Pizza is your favorite food. البيتزا هي الطعام المفضل بتاعك. Which sentence expresses the best? اي تعبير يعتبر هي افضل بالنسبة لنا. انا راح اقول طبعا I love pizza. انا احب ايه البيتزا. number 8 complete the sentences from an email. say hi to your parents. سلم لي على والديك. and give them my love. and give them my love. وبكده نكون انتهينا من درس النهاردة. ولو ما عملتش اشتراك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. تمام
وانشر القناة على أوسع نطاق عشان تفيد نفسك وتفيد زمايلك بها إن شاء الله بإذن الله تعالى. شكرا لكم يا رجاله.